صراحة معانا النهارده بالنسبة لكريم عبد العزيز يعني تجربة جديدة وتجربة مبشرة بيت الروبي، سبب حماسك ليه؟ سبب حماسي ليه طبعا تالت تجربة مع دكتور بيتر، اختياره اثنين اختيار ثلاثة ودي تالت تجربة وبنكمل التجربة الرابعة الحشاشين ان شاء الله رمضان 2024. مخرج كبير جدا، المخرج بيطلع مني حاجات جديدة وبستمتع جدا بالشغل معاه. اول ما بعت لي موضوع دكتور بيتر اكتر حاجه عجبتني انه موضوع معاصر، موضوع لمسه، موضوع موجود في الشارع، موضوع فكره السوشيال ميديا ومدى تاثيرها على البيوت سواء بالسلب او بالايجاب. اكيد اي شيء في الدنيا ليه ايجابيات واكيد برضه ليه سلبيات، فالفيلم طارح سلبيات واجابات السوشيال ميديا من خلال عيله الروبي انا وكريم ونور. الجمهور دايما بيحبك قوي في الرومانس كوميدي، هل هنشوفه المره دي؟ خاصه ان كده والجن كان تقيل قوي والاختيار كان ظباط الى حد ما، يعني انت جاي من الاختيار وجاي من كده والجن وان شاء الله رايحين الفيل الازرق ثلاثه، فبس يعني ورايحين الحشاشين يعني في رمضان اللي جاي اهم واكبر، يعني اهم عمل في حياتي واكبر عمل في حياتي. كلمنا عن الحشاشين طبعا وده بسم الله.